ولكن مع قضاء الرجل معظم وقته داخل البيت، إيش هي أبرز المشكلات اللي ممكن أنها تنشأ بين الزوجين في هذه الفترة؟ لماذا الرجل عند جلوسه في المنزل يصارع المرأة على سلطة إدارة بيتها بحيث يتدخل في التفاصيل حتى أنت لم تكن هذه التفاصيل تهمه بشكل سابق؟ خلونا نشوف أول حاجة هذا الفيديو، هو الفيديو بسيط يعبر عن الواقع المرير، ونرجع نكمل معكم. بس هذه ليه هذا هنا؟ خلى مالك منه، خلى هذه مكانه هنا يا بشر تحطونه هنا. هذا وش تسوين انت يا هنا؟ الغداء خلص ولا ما خلص؟ نص ساعة زي ما قلت لك ويخلص. هذا ليه حطيته بهذا؟ باقي له يومين وينتهي. هذا يحط بالثلاجة ما يحط هنا. طاهر اسمعي، هذا ليه حطيته هنا هذا؟ ها؟ خليه من متى هذا؟ خليه اطبخ فيه يعني، وش اسوي؟ ليش حاطته هنا؟ اتصور معه؟ خلاص يا ابن الحلال خلاص. هذا شروب القحة، هذا ليه محطوط هنا في الثلاجة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بعدين كلها صيدلية، هذه ما هي حقة اكل خضار وصيدلية وبلا وجلا. ايش بلاش تطلع برا ولا شلون؟ دواء كحة بالثلاجة وانا احطه بالفرن؟ اطلع برا غثيت، اطلع برا. يعني هذه الفقرة تحديدا، أو خلينا نقول هذا الفيديو، من جد يبين قد إيه المرأة بتعاني لما يتدخل الرجل في كثير من المواقف اللي خاصة فيها واللي هي بتديرها في المنزل. خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر أكيد مع دكتور شجاع القحطاني، استشاري اجتماعي وأيضا أسري. أهلا وسهلا فيك دكتور شجاع. أهلا أستاذ عبير، وأهلا أستاذ ريم، وإن شاء الله نقدم حلقة جميلة للمشاهدين. أكيد طبعا بإذن الله. يعني زي ما أنت شفت معانا هذا الفيديو وهذا المقطع البسيط، ويعني أكيد إلا ما جاء من واقع، أو خلينا نقول مشكلة مجتمعية الناس بتلاحظها، لكن وجود الرجل فعليا في المنزل بشكل عام لماذا يسبب كثير من المشكلات، خصوصا لو جلس يعني مثل ما هو حاصل الآن، يعني في الوضع الإلزامي بالجلوس في المنزل. هو عموما الأزواج يعني نعتبرهم نوعين. في أزواج علاقة بينهم جيدة وجميلة وسعيدة، لكن في الفترات الماضية كانوا مشغولين بالعمل. نعم. الزوجة تذهب للعمل والزوجة تذهب للعمل، وعندهم يعني دائما مشغولين، فبالتالي وقت الجلوس مع بعض أو يعني القضاء مع بعض غالبا يكون قليل، فبالتالي يعني ما في مشاكل كثير أبدا، لأنهم يدوب بس يلحقوا على بعض ويسولفوا مع بعض ويعني يستمتعوا. لأنه أورد عندهم مشاكل سواء كانت في العمل أو سواء كانت في البيئة المحيطة خارج المنزل، هذول ما عندهم مشكلة في الفترة الحالية اللي هو الوقت الإلزامي. حيستمتعون أكثر، حيحبون بعض أكثر، حيفهموا بعض أكثر، حيجدون فرصة إنه إحنا من زمان ما جلسنا مع بعض، من زمان ما حكينا مع بعض، فهذا فرصة لهم كأنهم بإجازة بس إلزامية. النوع الثاني اللي هو دائما مع زوجته في مشاكل، في خلافات، في سوء تفاهم، مو دائما مع بعض، فبالتالي كانوا يعني مشغولين بالعمل ومشغولين بالحياة، فبالتالي ما كانوا يعني ما كان في وقت للمهاوشات والمضاربات، يفتحون الملفات القديمة أو المناقشات السابقة أو الأخطاء القديمة، فبالتالي كانت الحياة تمشي. الآن أصبحوا ملزمين بمواجهة بعض وجلوس مع بعض، فبالتالي لو فكر أحد منهم أنه يفتح الملفات القديمة أو المواضيع الحساسة أو الأخطاء القديمة، فحيصير فيه مشاكل كثيرة والوضع أسوأ. لذلك احنا نوع ثاني نقول له لا تفتح الملفات القديمة ولا الحساسة ولا الأخطاء، حاول أنك تستمتع بهذه الفترة وتقضيها بشكل جيد مع الشريك الآخر ومع أولادك بطريقة أفضل، وما تحاول تستغلها لفتح ملفات قديمة ومناقشات ساخنة، لأنها ربما حتجدد المشاكل أكثر وأكثر. تمام. يعني فترة صعبة بتمر على الجميع، ويعني بالفعل مهما قلنا إنه لا خلينا نستمتع في وقتنا وخلينا جلسة البيت ما هي سهلة، خصوصا للناس اللي متعودين إنهم دائما يطلعوا. ولكن إيش أبرز المشاكل اللي ممكن قد تنشأ بين الزوجين تحديدا؟ هل ممكن توصل المشاكل دي للطلاق؟ لا يا مشكلة الطلاق وين يروحوا يعني؟ فين يروح؟ في حظر. في حظر. وبعدين يعني ترى كثير من الأسر ترفض الطلاق بسبب انه انا وين اروح بعد الطلاق؟ فعلا. طب كويس. اي هم يعني بيفكروا انه الاولاد وين يروحون؟ كيف يعيش بطريقه بعد الطلاق؟ يعني. فهو يجد انه حياته الزوجيه
افضل من الطلاق، الطلاق حيكون اسوء شيء، فبالتالي يقول اصبر على يعني ايوه اصبر على ايش؟ لا قول 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 يا دكتور. اصبر على المر ولا يعني يكون امر منه ولا يجيني امر منه. نعم. طيب هذا ترى احيانا يعني تسمى مرحله التفكير الانقاذ، انه يبي ينقذ حياته بطريقه يعني الى حد ما عقلانيه. لكن عموما احنا نقول لكل شخص يعيش مع اولاده وزوجه في هالفتره انها فرصه ثمينه انك تجدد العلاقه معهم، انك تحسن العلاقه معهم، انك تتقرب منهم اكثر، تفهم اولادك نفسياتهم، تفهم بعض احتياجات المنزل، تشاركهم في امور الحياه، وخصوصا اذا كان عندك اولاد اطفال. الاطفال يعني بيحبوا الاب انه يلعب معاهم او الام يلعبوا معاهم يضحكوا معاهم، لان دائما الاولاد والاطفال غالبا بينسوا كل شيء الا فترات الضحك واللعب مع الوالدين، فلما يكبرون ما ينسون هذه اللحظات، بالنسبه لهم ثمينه جدا. فهذه فرصه انك تلعب معاهم تضحك معاهم وتستغل هالوقت في انك ايضا تذاكر لهم دروسهم او تعلمهم هوايات معينه. فهذا فرصة ثمينة لك أنك تستغلها بطريقة إيجابية لتطوير الأسرة والعلاقات يعني. جميل. وليست العكس. صحيح. صح. دكتور الشجاع يعني ما أدري، أنت ذكرت نوعين. النوع الأول قلت إذا كانت بينهم حياة سعيدة فقليل ما يكون في مثلا مهاوشات أو مناوشات في المنزل، لكن خليني أقول لك بصراحة ترى ما له دخل والله. حتى لو أنتوا حياتكم سعيدة، وجود الرجل في المنزل، ويمكن احنا اللي بنعنيه في الفقرة هذه تحديدا السلطة، يعني مثلا زي ما شفنا في الفيديو جاء قال لها ليه حاطة دواء الكحة مع في الثلاجة، يعني ما متذكر بالضبط النقطة، بس يعني مثلا يعني بيقول لها ليه حاطة الدواء في الثلاجة؟ طب انا حطيته في التفاعل، حطيت الدواء في الفرن. هي ردت عليه باسلوب كمان هيلاريوس انه بتستخف، لكن الفكرة انه هما بيتضاربوا على اشياء ادارية، يعني الرجل هنا يبغى ينفذ كلمته في البيت، بلس المرأة وخصوصا إذا كانت ربة منزل هي في البيت هذه مملكتها، يعني هي شايفة أنه هذا عالمي، أنت قاعد تقتحم عالمي وبتحاربني فيه. فإيش وجهة نظرك من الناس اللي بتقول كده، واللي واحدة منهم أنا من تجارب في العيادة ومن تجارب واقعية في العيادة، الأزواج اللي علاقتهم علاقة صداقة وليست حقوق وواجبات ومسؤوليات، تمام، غالبا ما بيعيشوا اهل المشاكل هذه ابدا، السلطه والصراع على السلطه، صدقيني ما يعيشون. صح يا دكتور، من تجربه في 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 العياده ومن حالات كثيره. ليه؟ لان طيب يعني هم جو العياده وكان في علاقه صداقه بينهم، لا في مشاكل ثانيه غير العلاقه بينهم، يمكن يكون مشاكل اولاد، مشاكل اخرى. انا اقصد انه العلاقه الزوجيه كل ما كانت اقرب للصداقه حتجدين الزوج ممكن يطبخ، ممكن يساعد زوجته في الطبخ، ممكن يساعدها بشغلات اخرى، هي ما تراها نوع من النزاع على السلطة أو أن أنت أخذت دوري أو كذا، لا بالعكس، تجدين ممكن يساعدها في رضاعة الأولاد، يعني تجدينها جزء من الأسرة، وهي نفس الشيء، تجدها ممكن تروح تشتري أغراض البيت، ممكن تعمل له أشياء معينة، لأنها تؤمن أن العملية عملية مشاركة وتبادل. طيب كلامك جميل يا دكتور، ولكن الفترة الحالية فترة قلق، توتر، النفسيات تعبانة، في أزمة، الأولاد ما بيروحوا المدارس، جالسين في البيت على طول، الأم بتفكر تعقم وتنظف وخايفة على أولادها، وتشوف الأخبار والأعداد وبتقول متى حينتهي هذا الوقت، وطبعا الزوج معاها يعني بيحمل هذه المسؤولية وهذا الأرق وهذا القلق معاها، لكن كيف ممكن الزوج يجي يقول كلامه؟ خليه يتدخل يا عبير، خليه يتدخل شوية، معلش من حقه، بما أنه جالس في البيت أكيد طفشان حيتدخل، لكن بأسلوب لطيف. كيف ممكن الأسلوب اللطيف؟ لأنه السيدة طلعت له بالساطور في المشهد يعني خلاص بالضبط يعني. فكيف الأسلوب اللطيف اللي المفروض يتخذه الزوجة الآن، خصوصا للسيدة هذه اللي مليئة بالتوتر والقلق؟ نعم، شوف هو الآن فترة القلق والخوف هذه موجودة، وخصوصا مع كثرة مشاهدة الأخبار. صح. لما الإنسان يبدأ يشاهد الأخبار ويبدأ يتابع الأعداد في ازدياد والحالات والوفيات يبدأ يشعر بالخوف، لذلك أنا دائما أقول للأشخاص قلل من مشاهدة الأخبار، لأنك حتشعر أنت بالقلق والخوف وأيضا أسرتك وأولادك. هذا في نقطة مهمة، إذا الزوجين استغلوا الوقت في تنظيم الوقت خلال اليوم راح يشعرون ما في مشاكل، بمعنى أنه أنا أخصص وقت مثلا لممارسة الرياضة مع أولادي في المنزل، أخصص وقت لقراءة القرآن أو الدعاء أو الصلاة
أخصص صح. وقت لإني أذاكر أولادي، أخصص وقت إني أنا أرتب أمور معينة في المنزل، أخصص وقت مثلا في النهار وقت الخروج إني أشتري أغراض للبيت، أخصص وقت لمشاهدة مثلا مسلسل أو مشاهدة برنامج. ينشغل؟ لا، في برنامج أنت عارف يعني إنه الساعة الفلانية حيكون فيها رياضة، الساعة الفلانية فيها مذاكرة، الساعة الفلانية، لما يكون في تنظيم للوقت غالبا ما يكون في ملل، ما يكون في طفش، فبالتالي الأسرة مرتبة. أيضا موضوع إنه أنت النوم يعني يكون بعد منظم، ما يقلبونها يعني كأنها إجازة، مثلا المفروض الساعة 12 الساعة 1 يناموا خلاص، يصحوا مثلا الظهر قبل الظهر وبيعيشوا حياة طبيعية. أما إن البيت يكون كله مقلوب بأنه ما يناموا إلا بعد الفجر ومدري إيش، هنا حيكون في نوع من الفوضى في وقت الأكل، الفوضى في وقت النوم والاستيقاظ، بيصير في لخبطة. فإذا قدروا للزوجين إنهم ينظموا حياتهم وحياة أولادهم، صدقيني حتكون المسألة أسهل وأفضل. نعم، يعني يمكن كمان بنلاحظ انه في هذه الفتره تحديدا خلت او فتحت مساحه لكثير من الازواج. الازواج هي جمع يعني زوج والزوج، انا ما اوكي عشان ما ازعل من ان هم يعطوا ملاحظات البعض، سواء كانت الزوجه تكثر ملاحظاتها على الزوج او العكس، الزوج يعطي ملاحظات كثيره للزوجه خاصه في المطبخ، وهذا المطبخ خلاص عالمي، انت عليك انه انت تاكل، صح دكتور؟ صدقيني في رجال طباخين مرة. طيب يا دكتور ماشي أوكي، أنا دخلت سويت الغداء الآن، أنت هتجي تطبخ معايا كان بها ما لا يجي لازم ما يحضر يكشف القدور يدوق ليش دامر حزاني. لا ما يصلح هذا، صار يعني رئيس طهاة داخل معايا المطبخ ومن باب يعني المشاركة يعني يذوق يشوف طعم الأكل. أيوة دكتور، بس الملاحظات اللتعة هذه مو كذا، هذه كذا، هذه كيف، هذه يعني طب أنا أبغى أكلها بدي الطريقة. واحد من زملائي البارح يعني يرسل لي صور عنده في البيت بالحوش قاعد يشوي وقاعد يسوي قهوه تركي لاسرته واولاده، جميل وعامل جو مره حلو. حلو، فهمت علي؟ فاقول له ما شاء الله عليك يعني رايق. يقول انه انا قبل حتى كورونا كنت كل مره في الاسبوع مره مرتين اعمل هذا الشيء. فيقول انا جزء من حياتي اني انا اقول لهم اليوم هذا علي انا العشاء، انا اسوي الطبخ واسوي كل حاجه. في بعض الرجال عنده الهوايه هذه، يحب يطبخ، يحب يشوي، يحب يعمل أشياء حاجة، فبالعكس يعني تراها جزء من التغيير، إنه يغير روتين البيت، كسر روتين. إيه صحيح. فأنا أشوف إن المرأة إذا وجدت إن الرجل بيعرف يطبخ أتوقع إن المرأة تكون سعيدة، ما تكون يعني زعلانة، لأنه بالعكس شخص يعني يطبخ. والله في رجال طباخين. أنا دكتور والله أيوة صحيح. لا وفي كثير أصلاً يعني مهنتهم الأساسية شيف كرجل، يعني سواء كان في الحلا او في المالح يعني بالاكل بشكل في الاكل بشكل عام. ولكن دكتور انا قصدي على الملاحظات، كثرة الملاحظات من الطرفين، سواء كان هو يعطي ملاحظات او سواء كانت هي تعطي ملاحظات، لانه خلاص صار الان امامك هو 24 ساعه فانت هتعطيه ملاحظات، والعكس صحيح، هي قدامك 24 ساعه سواء كانت بتطبخ بتكنس بتمسح ايش ما صار. والسؤال ما هو الهدف من هذه الملاحظات؟ هل هو هدف اصلاح تغيير تحسين، ولا هدف اني انا احطمك او اني انا اسيء لك؟ هو اكيد اصلاح وتحسين. لا هي فكرة، لا بعضهم يكون نوع من انه انا ابي افقد ثقتك بنفسك او اني انا ابي استفزك او هذا خطا. لكن الملاحظه اذا جات بطريقه انه انا هدفي انه يكون شيء افضل او شيء يكون اجمل فما فيها مشكله. لكن في بعض الاشخاص لا، احيانا ملاحظه انه نوع من الاستفزاز او نوع من التقليل من الطرف الاخر. بس ما تتحمل دكتور، هو الاسلوب. الأسلوب له دور كبير، يعني الأسلوب يعني تستطيع أن بالأسلوب تعطي ملاحظة مقبولة أو تعطي ملاحظة غير مقبولة. أحيانا الإنسان يعني يكون يعني يختار الأسلوب الجيد بطريقة جيدة والوقت المناسب يعني إيه. لكن هم الأزواج يعرفون بعض، يعني هم يعرفون هل هذا يقصد استفزاز ولا يقصد يعني تقليل، يعني ترى هم عشرة بيعرفون بعض يعني. صحيح. يعني دكتور أنا متأكد إنه في كل بيت اليوم لو وبما إنه الأب جالس في البيت راح يكتشف إنه في أشياء من زمان يبغى لها تصليح، سباكة وكهرباء ولمبات وأغراض، أكيد راح تكون هي مسؤوليته وكان يعني مقصر فيها بحكم مثلاً عمله أو انشغاله، والآن فرصة ممتازة إنه يقوم بهذه الواجبات المنزلية. ولكن نصيحة يا دكتور يعني للزوجين في هذه الفترة، الفترة صعبة، عشان يتقربوا من بعض، عشان يستكشفوا بعض من جديد. نعم، هو طبعا بالنسبة لموضوع السباكة أحيانا بعض الأشخاص يخشى أن يجيب عامل ويكون العامل هذا مثلا مصاب أو شيء، فما صح. غالبا ما بيفضل صحيح أنه بيجيب هو بنفسه يشتغل عادي يبدأ يستكشف، ممكن هو إذا هو يعني قدر عنده مهارات سباكة وكهرباء ممكن. لكن أنا نصيحتي للزوجين أنه دائما اعتبر هذا الشخص اللي أمامك
جزء من حياتك وجزء من رحلتك في الحياة. ودائما في مثل أعتقد أمريكي يقول لك إنه أفضل هدية يقدمها الأب لأبناء أن يحب أمهم. فأفضل هدية تقدمها أنت كرجل لأولادك أنك تحب أمهم. وهي نفس الشيء، هي أفضل هدية تقدمينها لأولادك أنك تحبين أبوهم. فدائما حب الزوج لزوجته، احترامه لا، أحيانا ما يكون في حب بس تقدير، احترام طبعا، يعني شكر، معاملة جيدة بالنسبة للأولاد شيء كبير طبعا. فأحيانا الإنسان يعني ينظر دائما لمصلحة أولاده، ينظر دائما لنفسية أولاده. وأنصح الوالدين في هذه الفترة ما يكثروا من مشاهدة الأخبار وما يحكوا كثير عن كورونا أمام الأولاد، حتى الأولاد ما يتأثرون، لأنه الطفل الصغير استيعابه بسيط على قدر يعني على قدر يعني فهمه. فممكن يكون عنده يعني مشاكل في النوم، ممكن يكون عنده مشاكل يعني معينة للطفل بسبب هذا الخوف اللي ممكن يشاهده من كثرة الأخبار. فيعني التخفيف من مشاهدة الأخبار تساعد على التخفيف من القلق والخوف لدى الوالدين وأيضا لدى الأبناء. جميل. طب بما أنه هذه الفترة زي ما ذكرت في بداية كلامك لازم يستغلوها الأزواج بأنهم يتفهموا بعض أكثر، إيش كان ممكن تكون نصيحتك في أن هم يكونوا أقرب إلى بعض كأفراد أسرة، الزوج الزوجة والأبناء؟ هو طبعا يعني الحياة الزوجية رحلة، يعني رحلة بين شخصين يتشاركون فيها بالحلوة والمرة. فيفترض أن الإنسان يؤمن أنه ما في إنسان كامل بالحياة، كل إنسان عنده عيوب، كل إنسان عنده أخطاء، كل إنسان عنده بعض النواقص. فدائما أركز على الإيجابيات، أركز صح. على الإيجابيات في الطرف الآخر، إنه كريم، إنه طيب، إنه ودود، إنه حنون، إنه يهتم بأولادي. هذه الأشياء هي اللي تبقى يعني. لكن لو بركز على الأشياء السلبية، إنه مرة قال لي كلمة مو حلوة، مرة في عيد ميلاد ما أعطاني هدية، مرة فإذا كنت بركز على السلبيات حجد إنه شخص سيء وشخص كريه وما ينطاق. بس إذا أنا بفكر بالإيجابيات حجده شخص يعني مقبول وشخص يعني أقدر أعيش معه. فدائما إحنا نقول ركزوا على الإيجابيات دائما، ما في إنسان يخلو من العيوب والأخطاء، لكن صحيح. ما يمنع أنك تقول له أخطاء وعيوبه بطريقة جيدة، منه أنا ما أحب منك هذا الشيء، أو هذا الشيء أتمنى أنك تغيره، أتمنى أنك تكون أفضل. فممكن هو يتقبل منك الملاحظات يعني. أنا أذكر في أحد وسائل التواصل في رسالة غريبة، بس أتوقع أنها نكتة مش صحيحة، بس أنا ممكن يعني أنه في شخص اكتشف زوجته فيها عرج بعد 14 سنة في الفترة هذه. بالفعل بدأوا يكتشفوا بعض. فكان يقول أنه ما كان يعني يجلس في البيت كثير وكان يطلع، الحين بدأ، بس أتوقع أنها نكتة مش صحيحة يعني. لكن في المجمل العام بس يمكن ها؟ ممكن والله ممكن، لكن أنا ما أتوقع، لأنه يعني إلا إذا كان هو دائما خارج البيت وما ينتبه عاد هذا شيء ثاني. لكن عموما نتكلم انه الحياه الزوجيه لاجل الابناء تستحق ان الانسان يحافظ عليها. اكيد طبعا. صح، وهي مرحله صعبه بتمر على الجميع دكتور، ويبغى لها الكثير من الصبر، والواحد لا يدقق، الواحد يمشي وعشان العجله تمشي، وعشان كمان صحتنا وسلامتنا في النهايه، ونعدي على هذه الازمه نعديها بسلام ان شاء الله وصحه وعافيه. شكرا لك يا دكتور، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك يا ريم. شكرا لك يا شكرا لك. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل والمزيد من الفقرات. بعد الفاصل، رسام خرج عن المألوف بالرسم في الأماكن العامة، ماذا لديه مفاجأة لسيدتي؟